يقول أريد أن أشتري جهازا من بلد، وهذا البلد لا أستطيع أن أشتريه نقدا، يعني هذا الجهاز لا أستطيع أن أشتريه نقدا، أشتريه مقسطا. وهم هذا طبيعتهم، مقسط نزيد عليك إذا تأخرت، أنا لا أنوي التأخر، صح؟ هذه مني إيه؟ طيب، وهو لا ينوي أن يتأخر ولا يجد هذا الجهاز عند غيرهم، إيه ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا نوى أنه لا يتأخر. لكن الأصل إذا وجده عند غيرهم أو يستطيع يشتريه نقدا، لا ما يوقع على معاملة فيها احتمال الربا. هنا لا ما يجوز. إيه هنا إيه.